بوينت اوف كيرفيتشر او نقطه التقوس، عندنا بوينت اوف تانجنسي، في النص في الراديوس بوينت او نقطه مركز المنحنى. ولو انا مديت الممسين على استقامتهم فانا بشايف البوينت اوف انترسكشن او نقطه تقاطع الممسين. تمام، هنا نصف القطر طبعا بيبقى عمودي على المماس ونصف القطر بيبقى عمودي على المماس، هنشوف ده في السلايد اللي بعديها. تمام، خلص التسقيف الحمد لله. احنا عارفين من المدرسه من زمان ان دايما نصف المماس وبالتالي الزاويه دي 90 درجه. ماشي، نصف القطر الاخر عمودي على المماس. تمام، لو وصلنا نصف القطر بنقطه تقاطع الممسين وشفنا الوتر، الوتر اللي هو الجزء الخط المستقيم الواصل ما بين اول نقطه في المنحنى واخر نقطه في المنحنى، فدايما هنلاقي الخط ده عمودي على الوتر، يعني الزاويه دي 90 درجه والزاويه دي 90 درجه. هنروح للسلايد اللي بعديها. ريفليكشن انجل، لو انا مديت المماس الاولاني على استقامته وشفت الزاويه بينه وبين امتداده يعني وبين المماس الثاني، هلاقي عندنا زاويه اسمها دلتا، لو هنسميها دلتا يعني. لو بصينا كده على الجيومتري بتاعت الشكل اللي قدامنا، بما ان احنا عارفين ان نصف القطر عمودي على المماس ده يعني الزاويه دي 90 درجه، ونصف القطر الثاني عمودي على المماس ده يعني الزاويه دي 90 درجه. تمام، الشكل الرباعي اتعلمنا من زمان جدا ان زاويه مجموع الزوايا داخله بتساوي 360 درجه ايا كان الشكل الرباعي، وبالتالي انا اقدر اقول ان الزاويه دلتا هنا اللي هي في المركز والمقابله لها بيساوي 180 درجه، فدي كمان بتساوي دلتا لان ده خط مستقيم ومجموع الزاويتين اللي على الخط المستقيم بيساوي 180 درجه. الشكل اللي قدامنا شكل متماثل. تمام، وبالتالي دلتا اللي في النص دي لما نبص على الخط اللي واصل ما بين نقطة المركز ونقطة تلاقي الممسين هنلاقيه بيقسمها لدلتا على الاثنين ودلتا على الاثنين. تمام؟ كذلك لو بصينا على المثلث اللي فوق اللي هو بي سي بي تي بي اي، الزاوية اللي هنا دي المكملة لدلتا، يعني 180 ناقص دلتا والشكل متماثل، يبقى الزاويتين اللي على الجانبين كل واحدة فيهم دلتا على الاثنين لأن هما زاويتين متساويتين. يبقى الجيومتري بتاعت الشكل اللي عندنا، عندنا هنا كده الزاوية دي بنسميها الديفليكشن انجل، خلي بالنا ما نتلخبطش فيها وبين الانترسكشن انجل. الانترسكشن انجل هي الزاوية الداخلية اللي بين الممسين، أما الديفليكشن انجل هي الزاوية الخارجية ما بين امتداد المماس والمماس التاني. تمام؟ فعندنا دي دلتا، الزاوية المركزية قدها دلتا، الزاوية المركزية مقسومة لدلتا على الاتنين ودلتا على الاتنين، والزاويتين ما بين الممسين وما بين الوتر دي دلتا على الاثنين ودي دلتا على الاثنين. مهتمين بالجيومتري دي ليه؟ لان احنا لما نيجي نحسب عناصر المنحنى المختلفه هنحسبها عن طريق الجيومتري اللي احنا شرحناها حالا. الزوايا وحساب المثلثات وال90 درجه والتعامد هي اللي هتخلينا نعرف نحسب عناصر المنحنى المختلفه. ايه بقى عناصر عايزين نحسبها؟ اول حاجه اسمها اللونج كورد، ماشي، او الكورد، ماشي، او الوتر بالعربي اللي هو الخط الواصل ما بين اول نقطه في المنحنى واخر نقطه في المنحنى، ونقصد بيه الخط المستقيم مش المنحنى. المنحنى ده المسار الفعلي للعربيه لما هتمشي على الطريق هتمشي عليه. اللونج كورد بيهمنا عشان خاطر بنستخدمه في الحسابات وفي عمليه التوقيع. فاللونج كورد بنحسبه ازاي؟ طبعا هنقول اجزاء المنحنى كلها وبعدين نحسب كل واحد فيهم. ده كده اسمه اللينس اوف كيرف او الكيرف لينس. من قوانين الدايره نقدر نحسبه بسهوله، هنعرفه مع بعض وهنقوله دلوقتي. اللي باللون الاحمر دول التانجنتس، هما دايما اتنين كل واحد فيهم زي التاني بالظبط لان الشكل متماثل. فالتانجنس هنحسبها برضو من قوانين حساب المثلثات اللي هي الممسات. ده اسمه الاكسترنال كورد، يمكن تكونوا ما سمعتوش عنه قبل كده قوي في المساحه او خدتوه، انا اعتقد ان انتوا خدتوه. ده اسمه الاكسترنال كورد. اللي هو ايه الاكسترنال كورد؟ مش احنا قلنا الخط من اول مركز المنحنى لحد نقطه تقاطع الممسين، من اول مركز المنحنى لحد نقطه التقاطع مع الطريق او المنحنى هو عباره عن نصف القطر، الجزء الباقي ده بنسميه الاكسترنال كورد.
فاضل لنا الميدل اوردينت. ماشي، هو ايه الميدل اوردينت؟ كل ده ار من اول الراديوس بوينت او مركز المنحنى لحد التقاطع مع المنحنى. الجزء اللي فوق الوتر ده اسمه الميدل اوردينت.